كما أجرت مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم عددا من اللقاءات من داخل الجناح الحكومي بالمنطقة الخضراء من مدينة شرم الشيخ على هامش فعاليات كوب 27. المبادرة الوطنية للمشروعات في الخضراء الذكية من أهم المبادرات التي تقدمت بها مصر في هذا المؤتمر الهام والتاريخي، وأخذت دعم كبير وأخذت زخم كبير برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرار من رئيس الوزراء. وطبعا كما المشاهد عارف قام رئيس الوزراء بتكريم الفائزين ال 18 منذ يومين 3 نوفمبر في القاهرة، والنهارده جبنا الفائزين ال 18 في شرم الشيخ، وبدأت بالفعل بعض المؤسسات الدولية تبدي اهتماما كبيرا بهذه المبادرة النابعة من المجتمع المصري. يعني مبادرة الفائزين والمشاركين فيها من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتالي هي مبادرة رائدة دخلت فيها مصر تبين للعالم انها جزء من الحل، ان مصر دائما جزء من الحل وليس جزء من المشكله، وبتقدم الحلول. وبالتالي بدا التفاعل بالفعل. قام السيد رئيس مجلس الوزراء بزياره الجناح بتاع المبادره، والمتواجدين اليوم الفائزين سيتم عرض مشروعاتهم على المستثمرين وعلى الجهات الدوليه، وبحيث يكون هناك تمويل، لأن الفكرة الرئيسية طبعا من المبادرة أن نقدم حلول ونقدم مشروعات ولكن أن تجد تمويل. وبالفعل المشروعات دي كتير منها أخذت تمويل من الأمم المتحدة، من البنك الأوروبي، من الجهات المانحة الأخرى، والآن يعني يبقى المرحلة القادمة أن يمكن أن تتوسع وتاخد المبادرة الزخم. وساعدنا كثيرا بقرار رئيس الوزراء وتوجه الحكومة أن ستكون هذه المبادرة مبادرة سنوية، وبالتالي من الآن دخل شركاء جدد من المجتمع المصري ومن المجتمع الدولي والشركات والمؤسسات الدولية التي تكون تريد أن تكون شريكا أساسيا في هذه المبادرة غير المسبوقة، وأكرر يعني غير مسبوقة. وبالتالي عندما تقدمت بها وعندما يقوم المشاركون في هذا المؤتمر الهام بدراسة أو بتفقد هذه المبادرة حازت إشادة كبيرة من الأمم المتحدة ومن أروقة المؤتمر. طبعا مشاركة المنطقة الاقتصادية في مؤتمر المناخ خاصة والمنطقة الخضراء عامة، يعني دي حاجة مهمة بالنسبة لنا لعرض الفرص الاستثمارية لداخل المنطقة الاقتصادية، وخاصة مشاريع الوقود الأخضر اللي هي الهيدروجين الأخضر، الأمونيا الخضراء، الميثون الأخضر، واللي هو سيساعد العالم خاصة على تقليل انبعاثات عامة، ومن خلال يعني توفير طاقة بديلة إن شاء الله بداية من 2026. واحنا متوقعين إن احنا نوقع بعض العقود الإطارية لبعض هذه المشاريع يوم 15/11، وهيكون طبعا توفرها داخل المنطقة الاقتصادية، وده هيحول المنطقة الاقتصادية، وده اللي بنطمح ليه، ان هو تحويل المنطقة الاقتصادية الى منصة وهب للوقود الاخضر، اللي هو احنا شايفينه انه هيكون حاجة مهمة جدا للعالم للوصول الى استخدام الوقود النظيف مقارنة ببقية الوقود. احنا دلوقتي في الجناح المصري في وسط الصالة بتاعت الحكومة المصرية، احنا عاملين جناح للحرف التراثية والصناعات التقليدية. العودة للبيئة هي الخامات البيئية والجريد والخزف وحاجات بعيدة عن المصانع والعوادم وكده، فده جزء ليه علاقة بالمؤتمر المناخ. والجزء الشق الثاني ان احنا بندعم الحرف التراثية وعارضين من جميع محافظات مصر، من الصعيد ومن سيوة والعريش والوادي الجديد والخزف وصدف قشرة، يعني على قد ما قدرنا نغطي محافظات مصر. عارضين موجودين معانا بيعرضوا شغلهم، وإن شاء الله الناس تتبسط وتشوف تراث مصر الحضاري الجميل، وإن شاء الله تبقى مشاركة جميلة يعني.